نتكلموا على الصحة النفسية للطفل. أيضا رفقة صوفيا شميشل هي أخصائية نفسية وحركية. تكلمنا على مواضيع اللي مختلفة ولكن كلها كتجتمع أننا خاصنا نردوا البال للصحة النفسية ديال الوليد ديالنا. دونك سواء التنمر، سواء هاد الحركة المفرطة واللي كتكون زايدة واللي كنسموها بزاف د المرات حنا كأمهات وآباء كنقولوا حنا غير مشطون ولا كيقولوا لهم قلت الترابي كاريمون، وهذه كتدخل حتى هي في واحد الجانب صعيب اللي كيهرس الوالدين. كيهرس الوالدين والوالدين كيوليو انهم كيوليو حاضين بزاف داك المراقب الكبير للوليدات، وبالتالي الوليد كيحس براسو محصور بزاف ومكتف. انا نقول لك على حساب التجربه ديالي الخاصه ملي كنت وصل بهم في العياده، اغلبيه ديال الناس كيجلسوا مثلا في لاصال داتون باش نمثل لك شي شويه القضيه، تجلس جماع زير كاين اللي كتحط ولدها في لابوسيت كاع وكتسدها لي. يعني انا كنقول لهم خليهم، هذاك المكان ولا داك ليسباس ولا داك الفضاء معمول على اساس انني انا بعدا نشوف كيفاش داير التصرف ديال الطفل وكيفاش واصل، وايضا انني نخلي لي واحد الحريه ولو تكون غير قليله وزعما صغيره في الوقت ديالها، ولكن باش يتنفس لان الطفل محتاج انه يكون عنده واحد المتنفس. يعني كثرت ازغا وحط وما ديرش، كاين شي طفل اما ما غاديش يفهم هذا الشيء هذا لانه باقي صغير بزاف ومحتاج انه كما كنقولوا يتحرك ويكتشف، وكاين شي اطفال اللي عندهم اضطرابات وبصح ما غاديش يوصل لهم هذا الفهم هذا المفهوم هذا واللي صعيب عليهم انهم يطبقوه. يعني حنا الكبار الا قلت مثلا شي واحد جلس راه غيفهمش لانه سي ان كود سوسيال اللي جلس لانه حشومه ولاننا في واحد المكان معين خاصنا نحترموا لي كود ديالو، ولكن كاين شي اطفال اللي لا بالعكس. يعني انا شوف كنشوف المعاناه ديالهم في في وجههم في عينيهم اللي تيقول لك انا عييت انا عييت الطفل ديالي كيحشمني قدام الناس ما تتقبلو حتى شي مدرسه، كل شيء كيغوت كل شيء كيتشكى الجيران الناس. يعني شوف هذا هو المشكل ديالنا في المجتمع، سي كو كنحكموا ما تنعطيوش ما تنتفهموش الاخر وما تنعطيوش ايضا انه صافي اللي فيه راه كافيه كيف ما كنقولوا ما بين قوسين. يعني صافي الا شفتي قل خيرا او صمت. الطفل ديجا في معاناه والوالدين ديالو في معاناه يا ماديه معنويه نفسيه، زيد انني كنزيد نحكم عليه ونزيد انني نعطي اراء وغير دير لي هادي وغير ربطو ولا دير لي نو. يا دي شوز اللي خاصنا نحترموهم في الجسد ديال الطفل وفي النفسيه ديالو وايضا في الاسره ديالو لانه ربي كل واحد راه عالم به. كيف قلتي صوفيا ربما احنا من غير الاحكام المسبقه وهذا المطلقه ايضا في كثير مرات كاين بزاف الوالدين اللي كيبداو يهتموا بالاخر وما كيهتموش بالوليدات ديالهم، يعني بالشكل ديالهم قدام الناس. يعني انني نقدر انني نخلي وليداتي في الدار اللي كيولي واحد لو ريسك اللي هو كبير ديال ان يقدروا يشعلوا بوطه، يقدروا كيلعبوا مع بعضياتهم بشي حاجه حاده، واخا انني نسد ونطرق وهذا وهذا، ولكن كنعرفوا الوليدات راه كيتفرجوا بزاف ديال الحاجات ما كنعرفش المخيله ديالهم فين غديهم، على وديت انني باش ما يحشمنيش قدام الناس او لا ما يديرش او لا ما يتجبدش ليا قدام حانوت او لا ما يبقاش يغوت او لا بزاف ديال الامور. هنا بزاف ديال مامو صوفيا غيقول لك واه حنايا بغينا نتفهموا هاد الوليدات اشنو الحل. يعني سي فري كاينين مختصين اللي نقدروا نمشيو ونشوفوا، ولكن قبل المختص اشنو الحاجات او الابجديات بعدا الاولى باش اني بعدا على الاقل غير نتفهم الطفل واش عنده اضطراب ولا كيدير هكاك، حيت كاينين وليدات اللي كيديروا هكاك غير عنيد كي كنقولوا حنا بين قوسين غير ضد ولا باش يلفتوا الانتباه. الانتباه اكزاكتومون ان فيت على حسب الشخصيه ديال الطفل ديالي. دام انني قررت اني نوضع الطفل للحياه انني خاصني يعني نحترمه خاصني نفهمه وخاصني ناخذ المسؤوليه ديالو. يعني الطفل في سن صغيره بزاف ما ولدته الا ولا خاصني نعطيه الوقت الكافي. أكيد. يعني ماشي غادي نولدو غادي نخليه يا اما نخليه لانونو ديالو ولا تال واحد النهار من بعد عاد نقول واقيلا راه الطفل ديالي. لا من سن صغير بزاف تنقول لهم كنقولها وكنعاودها، سن صغير بزاف اللي هو العلاقه الاولى ديال الام مع الطفل ديالها. يعني الوقت ديال الرضاعه خصها تكون طبيعيه ولا مختلطه ولا بيبي بون كيف ما بغات تكون. خاصنا تماك نبداو نشوفوا الطفل ديالي واش التصرفات ديالو مزيانه، واش النعاس ديالو مزيان، واش الصحه ديالو الجسديه مزيانه، واش مبرزط، واش كاين شي حاجه اللي منعه انه يتطور فحالو فحال الوليدات الاخرين، واش كيتواصل الطفل ديالي، واش عصبي، واش يعني هادشي راه كيبان في الاول. راه ماشي حتى كيوصل واحد السن
كبير ولا كيدخل مدرسه عاد العاد كيبداه لا كيبدا في سن صغيره، لانه اول حاجه الطفل او الانسان الصغير اجتماعي بطبع ديالو، يعني خاصو يكون عنده مكتسبات اجتماعيه، خاصو يكون عنده واحد المينيمم ولا واحد الفتره الحاجه اللي هي صغيره ديال الفهم ديال التواصل ديال اللعب ديال يعني اشياء اللي غادي تكون في الطفل بين قوسين اللي هو عادي. من تماك يعني الى راقبت الطفل ديالي في سن صغيره غنقدر انني نتفادى بزاف ديال الحوايج، ونقدر انني انا نبرمج راسي باش نقدر نكون انا يكون انني نكون ام او لا اب في داك السن اللي هو صغير. يعني الطفل غادي اول حاجه غادي نديروا الوالدين الا ما قدروش انهم عليهم غادي يلوموا الوليدات، صح لا ولدي قبيح غادي نضربوه غادي ندير ليه، لا غنربيه خاصني ندير ليه، لا الطفل يعني الدماغ ديالو مبرمج انه ما يتقبلش كل ما هو سلبي، كيتقبل اكثر كل ما هو ايجابي، يعني كيتقبلهم بجوج ولكن كل ما هو ايجابي كيدخل ليه اكثر. داكشي علاش مزيان بزاف كما قلت لنا جميله شنو يديروا الوالدين، التوعيه في سن صغير بزاف، يقراوا كتبه، يسولوا بعضياتهم، يعني كان شي واحد نيت بصح عنده يعني تجربه ولا تجربه اللي تكون ايجابيه واللي الواحد فيها غادي يوصل واحد الحاجه بطريقه اللي هي ايجابيه. ودابا راه كلشي ولا متوفر، يعني في بصح كاينين بزاف ديال الوليدات غادي يمشيو الوالدين غادي يمشيو بصح يسولوا في الانترنت جوجل كاين بزاف، ولكن يختاروا الحاجه اللي هي قريبه اكثر للوليدات ديالهم، قريبه اكثر للبروفيل ديال الوليدات ديالهم، ويمشيو يشوفوا يعني اول واحد اللي كنمشيو عنده شكون هو طبيب الاطفال، يعني البيدياتر، واش التصرفات ديال الطفل ديالي عاديه، واش النفسيه ديالو مزيانه، واش خاصني نمشي نشوف شي حد اخر. دابا راه لي بيدياتر ولاو تبارك الله كيديروا بزاف ديال لي فورماسيون اون باراليل اللي عندهم علاقه بالنفسيه ولا الصحه النفسيه ديال الاطفال، يمشيو يشوفوا الطفل ديالهم واش غادي في النمو ديالو الجسدي مع النمو ديالو النفسي مع النمو ديالو العقلي، ولا كاين واحد التاخر ولا كاين واحد الاضطراب كيف ما كيكون. دابا التشخيص ولا في سن جد مبكره، ما بقيناش كنتعطلوا نهائيا باش كنقدروا اننا ناخذوا ولا نخطفوا داك الطفل باش ما يزيدش مازال القدام ويتكرفس ويكرفس والديه والمجتمع المحيط ديالو. دونك التجربه التربيه اللي هي كتكون بوزيتيف او لا ايجابيه، يقراو يفهموا وليداتهم كيفاش كيفونكسيونيو، لانه الطفل الاول ماشي هو الطفل الثاني، ماشي هو خوه، لا ماشي هو ولد عمو، هذه نردوا لها بزاف المقارنات. اكزاكتومون المقارنات صعابين بزاف على الوالدين لانهم ما تيفهموش، وايضا على الوليدات لانهم حتى هما ما تيفهموش علاش انايا والديا دائما كيقولوا شوف سن صغيره لا ولدي واش عيا كيسمعوا، كنقولوا بان الطفل ديالي ما كيفهمش، كيجيو عندي مثلا في العياده لا خوه دار واختو ما دارتش، راه الطفل كيسمع كل شيء وكيرسخ كل شيء وتيبقى فيه الحال، واخا كتقول لك بانه ما تيفهمش لا كيفهم وتيستوعب وتيشد كل شيء، يعني اي هذه حاجه تقدر تبقى انه حازه في النفسيه ديالو وما يعجبوش الحال، يقدر يقول لك ملي كبر. اكزاكتومون لك ديما كانت المقارنه، شوف داك الشيء كله كيبان في التصرفات ديال الوالدين، المقارنه الباب الخو الكبير والصغير ما بين الاخت اللي حق الاخت ديالو كانت ما عندهاش مشكل لا هو عنده مشكل، راه كل واحد وكيفاش داير وكل واحد وشخصيته وطريقه ديال التربيه ديالو كيفاش كتكون، لانه الوالدين الله يحسن عوانهم كاين وحده كتولد في سن صغيره كيكون مازال عندها الخطر، كي من بعد كتفوت واحد السن معينه ما كيبقاش هذاك الجهد، يعني كتقدر انها تخليه ولا والدينه بجوج باسكو كنهضروا عليهم بجوج. دونك دوكو التوعيه في سن صغيره الوالدين يكونوا بريباري ديجا ولا موجدين راسهم استقبال داك الطفل، يراقبوه دائما المراقبه، لان المراقبه كتجي في اللعب كتجي في سن صغيره كتجي في التواصل كيف ما كنقول كتجي في الاشياء اللي هي بسيطه واللي كتكون في البيت قبل ما يمشي للمدرسه، ومن تما كنقدروا اننا نقولوا راه الطفل ديالي عنده مشكل ما عندوش واقيلا كاينه شي صعوبه، ونمشي ما نتسناش على الطفل ديالي نهائيا، لانه هو المستقبل ديال الدنيا كامله، هو اللي غادي يخليني انني انا نحس براسي ديك لوتو ساتيسفاكسيون، حس براسي انني درت شي حاجه في هذا المجتمع ولا ما درتهاش. والاطفال عموما راه تيخرجوا راسهم، انا تنقول تيخرجوا راسهم ونرد لهم البال، سي تري امبورطون. ممتاز كيف قلتي صوفيا اننا نردوا البال امر اللي هو ممتاز، علاش؟ لاننا كنقدروا نحميوا هاد الوليدات ونقدروا اننا نكسبوا وقت معاهم، يعني ان ملي كتشخص بكري وكتشوفوا حتى من خلال اللعب صوفيا راه كنكتشفوا الوليد واش عنده توحد او لا طيف توحد، واش عنده شي اضطراب اخر، يعني كاين بزاف ديال الامور. اكيد مرحبا، تنتكلموا على صحه الطفل ديالنا، واكيد شفنا الصحه النفسيه رفقه المختصه صوفيا شميشالي اخصائيه نفسيه وحركيه ايضا، ملي تنتكلموا على ان باللعب وبديك المراقبه الاوليه ديال الوالدين هما في الدار مع الوليد ديالهم، يعني ما خصنا نغفلوا حتى شي ديتاي، ما نقولوش لا هاد الوليد هذا كيبغي يلعب بوحدو، هاد الوليد اللي حيت باقي حيت هو الوحيد اللي راه ما كيبغيش يلعب مع وليدات اخرين،
اجي نشرحوا للناس هذه المساله، لان بزاف الناس ربما هذا هو الفخ. انا غنسميها بحال هكا، علاش؟ لان بزاف لي مامون تتقول لك لا انا حيت ولدي هو اللي عندي فكيلعب بوحديتو هذا، فما ما يقدرش انا يلعب مع العائله مع هذا. كيفاش تميز الام هنايا؟ سي فري غنخصو حلقه ان شاء الله نتكلموا على التوحد او لطيف التوحد، ولكن غير نعطيو الابجديات اليوم باش الناس ترد البال لهذه الامور هذه. سي فري كو اغلبيه الامهات والاباء في سن صغيره كيبغيو يلقاو شروحات لراسهم، يعني بحال باش يطمنوا راسهم وميم طون باش ما يحلوش على راسهم شي بيبان. الطفل ديالي صغير كيبغي يلعب بوحدو حيتاش ما عندوش خو، حيتاش ما تيخرج، حيتاش وي هادي بصح، يعني ماشي باش ما نكذبهمش، كاينه هاد القضيه هادي، ولكن هادي بحال كنقول واحد الموضوع جد حساس، لانه الطفل الصغير اللي ما تيبغيش ولا غير مهتم باللعب مع الاخر اولا طريقه اللعب ديالو هي كتكون مختلفه بزاف وكنرد لها البال، ما حد سول راسو هاد السؤال هذا الا وكاين واحد الخلل كيف ما بغى يكون، لانه كنقولوا هي طريقه اللعب هي يعني طريقه التشخيص الوحيده ولا اللي كتكون باينه الاولى ولا الوحيده في سن صغيره بزاف اللي كيكون ما كيكونوش دي تيست اللي هما باينين. تما كنقدر انني نحط واحد العلامه استفهام، علاش ولدي كيدير بحال هكذا؟ واش حيتاش ما كنتش انا مع ولدي في سن صغيره بزاف وما لعبتش معاه وما تيعرفش انه كاين تواصل في وقت اللعب؟ واش كاين شي اضطراب كيف ما بغى يكون اضطراب ديال التوحد، الطفل ديال التوحد اولا مشاكل اخرى، ولا الطفل ديالي ما كيسمعش، ولا الطفل ديالي ما تيهضرش، اولا عنده تاخر عقلي وحركي، اولا كاين شي حاجه اخرى؟ دونك ديكو اللاعب كما قلتي يا جميله هو الطريقه الوحيده نرد لها البال بزاف، لان تماك الطفل ديالي كيوريني الطريقه ديالو كيفاش دايره، واش عنده واحد لي زانتيغي ولا عنده واحد الاشياء اللي كيبقى يكررها اكثر من اللازم، واش الطفل ديالي مستعد انه يدخل في علاقات اجتماعيه مع الاطفال الاخرين، واش كيهرس، واش كيلوح، واش كيغضب بزاف، يعني التعبير ديالو تيكون عن طريق اللعب، يعني اللعب الصغير بزاف، واش كيشوف فيا واش لا لا، ماشي غير حيتاش الطفل ديالي بوحدو ولا غير حيتاش الطفل ديالي داير فحال هكذا كو انا غادي نقول بلاتي تسنى عليه واحد الوقت، لا الطفل ديالي كيعبر على الطريقه هذه، وهذه اون فيت حاجه اللي هي خطيره وحساسه في نفس الوقت، لانه هو تيعطيني علامات صح وانا صح ما كنردش لهم البال. العلامات الاولى كتبان لنا كيف ما كنقولوا عن طريق يعني الحاجه اللي هي حركه نفسيه اللي هو لاعب ديال الطفل، واش سليم ولا غير سليم، واش انني مثلا عطيته واحد الحاجه غادي ياخذها وغادي يلعب بها بواحد الطريقه اللي هي بين قوسين عاديه، يعني ماشي ضروري عطيت واحد الحاجه خاصو يدير لي لي زانستركسيون ديالها ولا يمشي لي يقرا لي كيفاش كتلعب هذيك ولعبها، لا غير مثلا يشد كره يقدر مثلا انه يلوحها، يقدر مثلا انه يخبيها ويمشي يطلع عليها، يعني اشياء اللي كتبان لنا انها عاديه ولكن ما غاديش نشدها مثلا ونبقى بالسوايع وانا كندور فيها في نفس البلاصه وكندور فيها في نفس البلاصه، تما غنقدر نسول راسي علاش الطفل ديالي كيتصرف بالطريقه هذه، واش كاين شي اضطراب مصاحب ولا راه يعني كاينه شي حاجه كيكلوش، يعني ماشي نورمال كنقول بين قوسين، وتماك ضروري نمشي نسول غير الناس اللي حايطين بيا. دابا تبارك الله كما كنقولوا راه المعلومات ولاو بارتو، يعني علاش الطفل ديالي فحال هكذا؟ وماشي اي مثلا قال لي شي واحد لا صافي غير خليه، باسكو كاينين بزاف ديال الاراء كناخذهم صافي غير حصاي عليه راه باقي صغير باقي ما كيعرفش. شوف باقي كيعرف الطفل ديالي كيعرف هو فوالا الطفل ديالي كيعرف من نهار كيخلق من كرش الام ديالو كيعرف، دونك ديكو ما نستهنش بها، وفي نفس الوقت شوف ما نتوسوسش ولكن ما استهنش بها، من الاحسن انني كما كنقولوا ندير واحد لاكت ديال لا بريفونسيون، نمشي ندير تشخيص اللي هو مبكر من الاحسن، ما كانت والو راه داكشي اللي بغينا كاينه شي حاجه ناخذها في واحد السن مبكره باش يسهل علينا اننا ناخذها. كيف قلتي صوفيا ربما اللعب هو الحاجه الاولى اللي كتقدر تبين انه واش كاين واحد الاضطراب، واش كاين شي مشكل، واش كاين ربما حتى التصرفات ديال الوالدين مع الوليدات. اليوم شنو النصيحه ديالك ايضا حتى الاباء والامهات ملي تكلمنا على التنمر ونقدروا نتكلموا على التحرش ونقدروا نتكلموا على بزاف ديال الحاجات، حتى التنمر ماشي غير كلام، ماشي غير ولد دفع ولدي ولا عكلو ولا طاح ولا هذا، راه كاينين الناس اللي جاتهم عاهات مستديمه يعني بقاو بها حياتهم كاملين. اذا هنا نصيحه ديالك للامهات شنو يقدروا يديروا؟ يعني انا كنعرفوا بزاف الامهات او الاباء، انا ما كنتكلمش على الام كام ولكن راه كنتكلم بصفه عامه، غير الكلام كيخرج هكذا. كاين بزاف الوالدين اللي مثلا ملي كيجي ولد ولاده ما كيعطيش هذيك الفرصه يسولو،
يعني كيفاش دازت المدرسه، شنو كان مع من هضرتي، شنو لعبتي، كاين اللي الله يحسن العوان عند كل واحد صراحه الله، مي شنو الامور اللي تقدر انها تبين انا ولدك كيتنمروا عليه اولا ولدك تحرض للتحرش. داكوغ، الوغ شوف الطفل كما كنقولوا مراه اولا كتاب اللي هو محلول. يعني كيبان لينا شنو كاين، الطفل ديالي دخل راسه محذور، ما عجبوش الحال، مقلق، ساكت، مالك يعني ما فيها باس انني نسول مالك. كاين شي اطفال اللي غادي يجاوبوا، غادي يبقى يقدروا يعبروا بواحد الطريقه اللي هي سهله وسلسه وما فيها حتى شي تعقيدات. كاين شي اطفال اللي غادي يلتزموا الصمت لانهم خايفين شي حاجه اللي هي ما وراء هذاك الشيء كامل. يعني هي بدات تهديدات، هي بزاف الحوايج، الهندام ديالهم، واش مقطع، واش موسخ، واش مجروح، الطفل ديالي وجهه ويديه، واش مضروب، يعني يا دي شوز اللي غيبانوا لينا بلا ما نحرج، يعني سورتو الا كبر الطفل ديالي بلا ما نحرجوا بلا ما ندخلوه في شي حاجه اللي غادي تخلق لي مشاكل من بعد. ولكن نشوف الوغ ملي شفت وتاكدت مثلا وسولت الطفل ديالي ولا قال لي غير شي حاجه اللي هي غير صغيره، نمشي من مورا داك الشيء كامل، نمشي نسول مدرسه. دابا المدارس راه الابواب ديالها مفتوحه، يعني دائما كنلقى الوالدين على تواصل مباشر مع الاساتذه، مع المعلمين والمعلمات. واش كاين شي واحد اللي كيبرزط ليا ولدي، واش كاين شي عنصر اللي في داك القسم اللي كيخلق المشاكل بزاف، نمشي ندوي مع ديريكتومون مع الاداره، مع المسؤول، مع البسيكولوج سكولير دابا اللي ولاو بزاف، ويداروا اجتماعات. لانه الا مشيت حتى خليت الطفل ديالي يتعداو عليه الوليدات في السن ديالو، راه غيبقى حياته كلها هو مقموع، صح، خايف، يتربى في لي سنتيمون ديال الخوف، ويعني وصافي غيعشش فيه هذاك الاحساس هذا، وما يقدرش انه يزيد القدام. كما قلتي تحصل الدراسي غينقص، التركيز ديالو غينقص، التبول الارادي، النعاس، يا بزاف د الحوايج اللي غادي يطلع الخوف، بزاف ديال الامور. وكاين نمشيو الابعد، كاين وليدات اللي تيكون الخوف في الاول بحال هكا، وكاين عكسه 180 درجه، كيولي هو العنيف، هو اللي كيولي انه القبيح، هو اللي كيولي انه كيحاول يدير بزاف د الامور. مازال رجع لهاد النقطه، غير ناخذ يحيى من اكادير. يحيى السلام عليكم. سلام، كي داير؟ بخير لاباس؟ الحمد لله ربي يحفظك، مرحبا. شكرا، شكرا لكم. العفو، مرحبا. بالنسبه عندي ولد عنده 5 سنين، ياك؟ عنده 5 سنين، والقضيه اللي قال الدكتور، يعني انا كنتابع له في الحركات ديالو، كنتابع له التصرفات ديالو، كيفاش مع الاطفال، كيفاش مع الناس. الحمد لله وفقنا الله بهذه الفكره هذه، ولكن بعض المرات كنشوفوا بعض المرات كيلعب مع الدراري ومثلا كيبغي يدي اللعب ديالهم، هو ماشي ديالو، كيبغي يديهم وكينوض يدافز معاهم، فهمتي؟ نعم، يعني بحال كي كلشي ديالو، خصو ديالو، كلشي ديالو. نعم، وشنو تدير نتايا ملي كتشوف ولدك دار بحال هكا؟ كنخليه وفي التالي كنرغب هذاك الدري ديال ولد خويا، كنقول له خلي هو هكا داير، ومن هنا يمشي للدار كنهضر معاه، كنقول له حشومه عليك، هذاك راه ديالو مسكين، هو خصو حتى هو يلعب، وعلاش درت له هكا؟ هو بوحدو اللي عندك اسيدي؟ لا، عندي البنت، عنده البنيته. كي غادا معك البنيته دابا؟ بنيته فيها واحد النقطه هذه، كان بعض المره كيكون واقع على شي مشكل في المدرسه وما كتبغيش تقولوا. شحال عندها من عام؟ كتبغيش تقولوا. حتى ذاك المره يلا كان واحد السيدي كيبرز هكا في القسم، وبدلنا له القسم، كتقول لي غير بدل لي القسم وصافي. كنقول لها علاش؟ كتقول لي صافي، ما بغاتش تعطيني راس الخير. في هذه النقطه هذه ما كتبغاش تواجهنا بداك الشيء اللي عندها. نعم، لانها كتخاف. اكزاكتومون. كنقول لها ما عندك منين تخاف، ودابا اصلا ملي كيجيو من المدرسه من العشي للعشي كنقول لهم شنو وقع لك، شنو قريت، وشنو كليت، وشنو كنبغي نشاركهم، يعني كنبغي نكون على جنبهم. واخا، واضح يحيى. البنيته شحال عندها من عام؟ غير فكرني. سعود. 9 سنين. اول شيء شكرا لك بزاف يحيى على التواصل ديالك، مشكور بزاف، واكيد شكر موصول لكل مستمعي ومستمعات اللي مرحبا بالتواصل ديالو مازال على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 05 36. دونك يحيى وبزاف ديال الوالدين عندهم هذه المشكله هذه ديال ان الوليدات اللي كيبغوا ياخذوا اللعاب وياخذوا حاجات ديال ماشي ديالهم. وي، ولكن قال لك هو كيخليه. وي، حتى كيمشي للدار عاد كيتفاهم، كيقول لي لا وعلاش. شوف، هو الاب تصرف بواحد الطريقه اللي تلقائيه ديال الوالدين اللي حنين على وليداته، ما بغاش يحرج الطفل ديالو قدام الوليدات الاخرين، ما بغاش يغوت عليه بدات. هذه حاجه اون فيت انا نعتبرها ايجابيه. الوغ اون فيت انا نرجع للطفل ديالو، الطفل ديالو واقيلا هو فوالا هو الصغير، عنده 5 سنوات، عنده اخت ديال 9 سنوات. غالبا اغلبيه الاطفال اللي كيكونوا هما الاخرين كيكونوا شي شويه مفشين، اغلبيه ديالهم باش ما نقولش كلهم. كاين شي اطفال اللي ما تعلموش انهم يعني يكون عندهم واحد
كيفاش البارطاج فوالا لو بارطاج كنحاول نقلب على الكلمه العربيه يعني كيفاش المشاركه فوالا انه يشاركوا الاشياء ديالهم مع الاطفال اللي في السن ديالهم ولا اللي كبر منهم ولا صغر منهم كيقولوا بان كل شيء ديالي. ما ننساوش بانه كاين فواحد المرحله عمريه في التطور ديال الطفل النفسي بالنسبه ليه راه كل شيء ديالو، ولكن كيكون باقي مازال ما وصلش للسن ديال 5 سنوات. يعني بالنسبه ليه كل شيء ديالو، الكون كامل داير عليه. يعني ماما ديالو بوحدو، بابا ديالو بوحدو، الالعاب، البيت، الدار، يعني كل شيء ديالو بوحدو. ان فيت خاصني نفهم غير كاين شي اطفال اللي كيكبروا عادي، وكاين شي اطفال اللي كيبقى عندهم داك النقص بحال كنقولوا ديك ليماتوريتي مازال هاد تابعاهم. يعني خصوصا الا كان تصرف ديال الوالدين ما تينبههمش هاد القضيه هادي، يعني ماشي شي حاجه اللي هي قبيحه، ماشي شي حاجه اللي زعما كتستدعي انه يمشي يشوف شي حد ولا يتبرز عليها. اكزاكتومون. الحاجه اللي عجبتني في الاب انه مشى للدار وتحاور مع الطفل ديالو، وصل ليه الفكره بانه راه ماشي كلشي راه ديالو، ان هذيك الحاجه راه ديال لو كوزان ديالو خاصو يرجعها ليه، واننا خاصنا نلعبوا مع بعضياتنا. شوف عجبني ايضا انه قال ملي كيدخلوا وليداتهم المدرسه كيتحاور معاهم. حاجه اللي زوينه بزاف واللي فريمون كنفتقدوها ان الوالدين بجوجهم طبعا انهم يجلسوا فوالا يجلسوا مع وليداتهم ويبارطاجيو، ماشي ضروري انني يحكيني اطفال اللي كيستحيوا انهم يجاوبوا شنو درتي اليوم عادي، ماشي بهذه الطريقه. يكونوا هما كياكلوا هما يعني الكوتي ديالهم شي حاجه في اللعب فوالا، باش ما تسماش انا استجواب. اكزاكتومون، لان استجواب واستنطاق ما تيرضاوش بزاف الوالدين، وليداتهم ما تيبغيوش يجاوبوا تيتهربوا عاده. يعني نفهم هذه القضيه، ماشي نقول لا الطفل ديالي ما كيبغيش، لا كيبغي غير الطريقه اللي خاصها تكون مختلفة، ولكن طريقة الحوار دائما كتبقى الطريقة الأنسب أنني نعرف الطفل ديالي شنو تحت من راسه وشنو اللي مبرزتو في الحياة. الطفلة اللي كبيرة كتخاف، هذه حاجة باينة، ما خصوصا السن ديال 9 سنين راه تبارك الله بدات توعى بزاف ديال الحوايج، خايفة أنه إلا مشات حتى تشكات راه بيتيتر كو غايديرو، ولكن هذا الدور ثاني ديال الوالد ديالها أنه ملي عرف اكزاكتومون. هذه حاجه مهمه بزاف، الثقه في النفس والامان اهم حاجه اني نقدر يعني نعطي ولا نورث للاطفال ديالي، ونمشي نشوف شنو واقع. يعني ما نسكتش على هذه القضيه، لانه كما قلت جميله قبيله كتقدر تطور الاشياء اللي هي صعيبه بزاف. يعني الطفل الصغير ما يعرفش انه يدافع على راسه، خصوصا اذا كانت طفله بنت كتبقى دائما رهيفه وكتبقى دائما سنسيبل بالنسبه للذكور. ما نخليش بنتي، نمشي نشوف شنو كاين، ونبين بان الطفله ديالي راه كاين شي واحد ظهرها اللي غادي يساندها، ولا راه ما غاديش الدرب.